أعلن نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني عزم النقابة تنفيذ فاعلية احتجاجية مركزية يوم السبت المقبل، احتجاجا على بند آلية قياس المسافات بين الصيدليات الواردة في مشروع نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية الذي أقرته لجنة قانونية وزارية في رئاسة الوزراء. هي العام كان في حال لم تتجاوب الحكومة يجب أن يكون هنالك إجراءات تصعيدية ذو سقف مفتوح، لأنه نحن معنيين في شأن يخصنا ويخص أرزاقنا ولا يؤثر على أي تأثير خارجي. والموضوع ليست قضية نقابة صيادلة، ترى الموضوع قضية تهميش حكومي لمؤسسة مجتمع مدني مخالفا لتوجيهات جلالة سيدنا في أوراق نقاشية. الكيلاني دعا خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة الهيئة العامة إلى الالتفاف حول النقابة للتصدي للآلية المقترحة في مشروع النظام والتي لم يتم اطلاع النقابة على كامل تفاصيلها، وطالب الحكومة بوقف مناقشة نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، ودعا الحكومة لفتح حوار حول رأي النقابة الفني والتنظيمي المتعلق بتعديلات النظام. نحن بنقدر نشتغل ونمشي لقدام، صيادلتنا هن اللي بيواجهونا، هي العامة هي اللي أخذت قرارها، وبناء عليه أيضا مجلس نقابة الصيادلة منعقد من هون لنخلص من الموضوع، وإن شاء الله من منظورنا إنه نحن متفاجئين من اللي عم بيصير ومش لاقين تحليل منطقي لما يحصل. ومع ذلك تم تشكيل في اجتماع الهيئة العامة لجنة إدارة أزمات لإطلاع مجلس النقابة أول بأول على أي تطورات، ونكون نحن دائما مستعدين لأي تطور وأي شيء ممكن يصير. وبيّن أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية للمهنة ومنتسبيها، مؤكدا على رفض مجلس النقابة لأي محاولات للهيمنة على دوره في حماية المهنة أو تهديد مكون حيوي وهام في القطاع الصحي الأردني. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.